ايه طريقه مكرونه كاجن بالفراخ؟ كيس مكرونه فيتوتشيني، فيتوتشيني مسلوقه اللي هي المكرونه فين؟ اهي اللي هي المكرونه الشريط زي السباجيتي بس مبططه شرايط. ما لقيتيش هاتي سباجيتي، ما فيش اي مشكله خالص. صدر فرخه كبير متقطع شرايح، ادي صدر الفرخه متقطع شرايح رفيعه بانيه يعني. هحط عليه بهارات الكاجن، انا هستعمل معلقتين كبار نصهم مع الفراخ ونصهم مع المكرونه. وهستعمل معلقه زيت، رشه شطه. هستعمل كمان فلفلتين الوان شرايح، واحده حمراء انا هستعمل، واحده صفراء، وبصلايه شرايح. هستعمل نص كوبايه طماطم مجففه، احنا عايزين نعمل لكم قريب الطماطم المجففه، نص كوبايه طماطم مجففه هقطعها ترانشات. وهستعمل معلقتين من زيت الطماطم المجففه، احنا الطماطم بتحفظيها في برطمان وعليها شويه زيت، الزيت ده هو اللي انا هستعمله النهارده عشان ادي الفليفر بتاعها. 5 فصوص ثوم، معلقتين كبار دقيق، كوبايتين مرقه، كوبايه ونص حليب، معلقه كبيره نشا او كورن فلاور، معلقتين صلصه، نص كوبايه جبنه تشيدر مبشوره، ونص كوبايه جبنه رومي مبشوره، شطه وبقدونس للزينه. الشطه دي اختياري لو انت عايزاها. هقول المقادير بتاعتي من تاني. ممكن وانا بقول المقادير هحط البهارات على الفراخ، بهارات الكاجن ومعلقه الزيت، انا اوريدي حطيت عليها الزيت، هيخلي البهارات تلزق فيها اكتر، دي حاجه. حاجه تانيه لما احطها على الجريلا هتديني طعم حلو، انا هعملها على الجريل اللي على البوتاجاز مش الكهرباء عشان تبقى سهله بالنسبه لي. خلاص يبقى ادي صدر الفرخه متقطع ترانشات رفيعه، شرايح رفيعه زي البانيه كده، حطيت عليه معلقه الزيت وحطيت عليه تقريبا نص بهارات الكاجن. احنا ممكن ننزل الخلطه بتاعت بهارات الكاجن يا ياسر على الشاشه اللي انا كتبتها الصبحيه. هستعمل فلفلتين الوان شرايح، بصلايه شرايح، نص كوبايه طماطم مجففه، معلقتين من زيت الطماطم المجففه، 5 فصوص ثوم، معلقتين كبار دقيق، كوبايتين مرقه، كوبايه ونص حليب، معلقه كبيره نشا، معلقتين صلصه، نص كوبايه جبنه شيدر ورومي مبشورين، ولو عايزه شطه اوكي، وبقدونس. ادي بهارات الكاجن، معلقتين ثوم بودره، معلقتين ونص بابريكا، معلقه فلفل اسود، معلقه بصل بودره، معلقه شطه، معلقه ونص اوريجانو، ومعلقه ونص زعتر. ايه الفرق بين الزعتر والاوريجانو؟ في فرق، احنا قبل كده جبنا الاثنين وريناه لكم. الزعتر اللي هو الثايم بيبقى زي الورق المجفف كده رفيع، والاوريجانو ده الزعتر البري المجفف. انا ممكن ابقى مره ثانيه اجيب لكم برده، وهي محتاجه نقطه زيت كمان، لو هتحسي انها محتاجه زيت هتزودي زيت. هنشوي الفراخ، وفي نفس الوقت هجيب بقى الوك بتاعي. احنا ممكن ننقل جي احمد على البوتاجاز التاني عشان هستعمل الاتنين هنا. هستعمل انا العينتين في نفس الوقت علشان انجز عشان وقت الحدث. هاجي في عين في وك منهم هحط شويه زيت صغننين مع يا مدام شيماء. الو، ايوه الو، ايوه حبيبتي ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحتي ممكن اسال على طريقه البسبوسه؟ من عينيا الاثنين، هقول لك طريقه البسبوسه النهارده من عينيا يا حبيبتي. انا كان نفسي النهارده اكلمكم على القلايه الكهرباء والالواع القلايات كلها، بس شكلنا كده مش هنلحق النهارده، لو ما لحقناش يبقى وعد ان شاء الله الاربعاء. طاسه هحط فيها او وك هحط فيه معلقه زبده مع شويه زيت، والتاني هحط فيه الزيت بتاع الطماطم المجففه، الزيت اللي احنا جبناه من الطماطم المجففه، وهحط فيه الثوم. بصي هو ساخن كده اهو، هحط الثوم. الطماطم المجففه بنحفظها في زيت في البرطمان، هعملها لكم قريب جدا، ده فظيعه، ده انا حتى لو حطيتها بس مع جبنه في ساندوتش تحفه. الثوم يا ام احمد، اهلا، ازيك يا شيف ايه؟ اهلا وسهلا، ازيك حبيبتي عامله ايه؟ الله يسلمك يا حبيبتي. بقول لحضرتك عينيا. انا عايزه عيش التورتيلا لو سمحت. عيش التورتيلا من عينيا الاثنين.
يبقى عيش التورتيلا وبلح الشام والبسبوسه. ادي البصله هنا اهو، وكده التوم احمرت معايا، هروح احط عليها الطماطم المجففه اهي، وبعدين هجيب معلقه النشا هحطها في اللبن ومعلقتين الدقيق. بصوا اديني حمرت الثوم واخد اللون الاحمر من الطماطم المجففه، هروح احط عليه الدقيق. خلاص هحط عليه الدقيق واحاول احمصه شويه، محتاج نقطه زيت كمان هزود زيت. والبطاطس طلعت يا مجدي، البصله خلاص كده اتحمرت، هحط لها الفلفل والفلفل. يبقى احنا عملنا ايه؟ حطينا الثوم في الزيت بتاع الطماطم اتحمر، رحت حطينا عليه الطماطم قلبناها دقيقه، بعدين حطينا لها الدقيق. بصوا الدقيق لما يبقى عامل زي الفوم كده زي الرغاوي ده، عشان هو هنا لونه مش هتعرفي هو لونه اغماق ولا لا، لما يبقى عامل زي الرغوه كده يبقى هو خلاص كده استوى كفايه عليه. هزود عليه المرقه، بسم الله الرحمن الرحيم، الشوربه. يا نوره. الو الو. ايوه شيف. ايوه حبيبتي ازيك؟ الله يسلمك حبيبتي، انا عاوزه اقول لك بس ان انا بحبك قوي قوي قوي. حبيبتي ربنا يخليكي ليا يا رب. ميرسي يا روحي، تسلمي لي يا رب. مش عايزاني اقول لك حاجه؟ يا حبيبه قلبي ما تحرمش منك ابدا، انا بس عاوزه اقول لك ان انا بحبك بس وخلاص، ربنا بحب كل حاجه بتعمليها. تسلمي لي يا رب، تسلمي يا حبيبه قلبي. طب بتجربي الحاجه؟ ايه؟ بتجربي الحاجات؟ اه بجربها وجميله قوي قوي. تسلم ايديكي يا حبيبتي. شطوره يا قمر، شطوره يا حبيبه قلبي، ربنا يخليكي حياتي. تسلمي لي يا روحي، تسلمي حبيبتي. بصوا ادي الفلفل مجرد طري بعد البصله، هعمل ايه؟ هحط عليه المكرونه عشان تسخن وتتقلب معاه. وبعد المكرونه ادي بقيه بهارات الكاجن، احنا حطينا نصها على الفراخ، الفراخ اللي بتتشوي. وادي بعد ما حطيت هنا الشوربه، بصوا الصوص بقى ازاي، هتون اهو الصوص اللي مع الطماطم والثوم، هروح حط عليه بقى ايه اللبن اللي انا قلبته بالنشا. يعني انا هعمل صوص ده اسمه الفريدو صوص بالدراي توميتو، اللي هو صوص الالفريدو بالطماطم المجففه، بسيبكم الاسامي عشان كده انا ما قلتوش من اول حلقه اصلا، ملوش لازمه. ادي ها شفت بقى، شفت بقى. ادي هنحط هنا ملح، شويه ملح، وعملنا صوص بالشوربه وباللبن والنشا والدقيق، الطماطم فيه والثوم في الاول. خلاص وادي هنا المكرونه مع البهارات والبصل وايه والفلفل الملون. اول ما تسخن ادي الفراخ نقطعها يا احمد لو سمحت، هروح مقلبه بقى فيها ايه، لسه عندي الصلصه، معلقه الصلصه هجيبها بعد ما يبتدي يغلي ده كويس، هحط اهي ابتدى يغلي، ابتدى يغلي هحط معلقه الصلصه. الصوص ده لا بيبقى ابيض ولا بيبقى احمر، بينك كده بينكش او على اورنج شويه اهو، بصوا اهو هقلبه مع المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم، الاول بدوب الصلصه عشان تبقى دايبه، بدوب الصلصه فيه واقلب، وهحط بقى الجبنه عشان تدوب بقى معاهم، لان انا هو دقيقه على النار ما بحطوش اكتر من دقيقه كده. وفاضل الشطه اللي عايز، مش عايز شطه ملهاش لازمه. مش عايزه اقول لكم بقى طعم المكرونه دي ايه كده اهو، تغلي غلوه واحده، غلوه واحده وهشيلها، ما تخليهاش لغايه لما تتهري، غلوه واحده وهشيلها. هيبقى فاضل لي الفراخ اللي انا شويتها واتقطعت اهي، وفاضل البقدونس هتحطه على وشها. دي البطاطس اهي اللي طلعت، وريتها لهم يا مجدي البطاطس اللي طلعت من الفرن.
هنجيب الطبق اللي هنغرف فيه. هنجيب الكلاب اهي، هشيلها هشيلها. طبعا انت اي صوص بينزل على الطبق هتمسحيه. انا الفراخ بحطها على الوش مش بقلبها فيها، يعني عشان تبقى باينه اكتر. يا ام سيف، ام سيف. الو، ايوه معاك. ايوه حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله. صوتك زغنن. عايزه اسال عن الكيكه بالشوكولاته. النهارده عاملين كيكه بالشوكولاته ومزوقينها بطريقه فظيعه. ايه تاني؟ وكنت عايزه اسال عن الكنافه المحشيه. كنافه ايه؟ محشيه ايه؟ بالقشطه. اوكي، عينيا. وايه تاني؟ عينيا. عينيا ليكي يا عمر، من عينيا الاثنين. عايزين كلينكس بس اهو. ريحتها فظيعه كده، وبعدين نعمله الناحيه الثانيه علشان هجيب بقى الفراخ احطها على الوش اللي انا تبلتها ببهارات الكاجن. وشفتوا هي بسيطه وسهله ولا فيها اي حاجه، بس تروحي المحل يكون كاتب لك بهارات الكاجن تقولي ايه دي، حاجه مش معضله خالص. ادي البقدونس عشان يديها شكل. يا ام طه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وطي التلفزيون. ماشي حاضر. لو سمحت كنت عايزه اسال على الكيكه السفنجيه. الكيكه السفنجيه من عينيا الاثنين. كيكه السفنجيه انا ممكن اعملها لك الاسبوع الجاي، نعملها عملي وناخد الحلقه كلها نصايح ازاي تطلع معاكي الكيكه الاسفنجيه ناجحه وكويسه جدا. اوكي، ادي المكرونه وادي البطاطس. خلاص، احنا لازم